بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا معكم أيها الإخوة المستمعون ببرنامج من أحكام القرآن الكريم. وقد انتهينا ولله الحمد من تفسير الآيات الثلاث، ابتداء من قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله تعالى: فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، في نهاية الآية الثالثة. والآن نريد أن نستبين من هذه الآيات ما تيسر من الأحكام، فنقول: يؤخذ من هذه الآيات تحريم تعمد قتل المؤمن، تعمد قتل المؤمن بغير حق، وأنه ينافي الإيمان، وأنه ينافي الإيمان لقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وهذه المنافاة فيها تفصيل: إن كان قد استحل دم المؤمن بغير حق فإنه يكفر الكفر المخرج من الملة، وينتفي عنه الإيمان بالكلية. وإن كان لم يستحل دمه، وإنما حمله حامل على قتله مع اعترافه بتحريم ذلك، فهذا لا يكفر الكفر المطلق المخرج من الملة، وإنما يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وهو من أعظم كبائر الذنوب بعد الشرك، يعتبر فاسقا ناقص الإيمان، لكنه لا يكفر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف. من عفي له من أخيه، يعني من دم أخيه الذي قتله عمدا، فسماه أخا له، سمى القاتل أخا للقتيل، وهي الأخوة الإيمانية. دل على أن القتل عمدا من غير استحلال لا يخرج به القاتل من الملة، وإنما يكون كفرا أصغر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر غير مخرج من الملة، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع كونهم يقتتلون، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة مع كونهم يقتتلون فيما بينهم. فهذا دليل على أن القتل عمدا عدوانا غير حق أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج القاتل من الملة. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يمكن وقوع
قاتل الخطأ من المؤمن، لأن الخطأ يحصل من غير قصد، والخطأ كما عرفه العلماء بأن يفعل ما له فعله ثم يصيب آدميا معصوما من غير قصد قتله، لكنه ينقتل بذلك. والخطأ هو ما عدم فيه القصد ووجدت فيه الآلة القاتلة، وهو ينقسم إلى قسمين: خطأ في بالفعل، قتل بالفعل خطأ، أو تسببا بأن يحفر بئرا في الطريق، أو ينصب سكينا أو آلة أو مفخخات والعياذ بالله تنفجر، وهو لا يقصد قتل الناس وإنما وضعها لكلاب أو لسباع ونحو ذلك، فهذا من القتل بالتسبب، هذا يوجب الدية والكفارة كما يأتي. ويؤخذ من هذه الآيات أن الخطأ لا يسقط حق المخلوق، فجناية الخطأ لا إثم فيها فيما بين العبد وبين الله، لكنها لا تسقط حق المخلوق، لأن هذا من الإتلافات، والإتلافات لا ينظر فيها إلى العمد ولا إلى الخطأ، وإنما تضمن، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمطالبة. وأما حق الله سبحانه وتعالى فإنه مبني على المسامحة، فلذلك لا يعفى القاتل الخطأ من حق المقتول الضمان. ويؤخذ من هذه الآيات أن قتل الخطأ على قسمين: القسم الأول ما يوجب الدية والكفارة، ما يوجب الدية على عاقلة القاتل والكفارة على القاتل نفسه، وذلك لقتل المؤمن وقتل الكافر المعاهد، كل منهما يوجب الأمرين، يوجب الدية ويوجب الكفارة، وفي هذا دليل على حقن دماء المعاهدين، وأنه لا يجوز الاعتداء عليهم، من اعتدى عليهم فإنه لا يروح رائحة الجنة كما في الحديث، وأنه حتى في الخطأ لو قتل معاهدا أو مستأمنا خطأ فإن عليه الضمان، وهذا مما يدل على احترام العهود في الإسلام. والنوع الثاني ما يوجب الكفارة فقط، وهو قتل المؤمن الذي أقاربه كفار محاربون، فإذا قتل مؤمن من كفار محاربين ففيه الكفارة فقط ولا دية فيه، لقوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وليس فيه دية، لأن الدية لا تعطى للكفار المحاربين يستعينون بها على مضرة المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.